بس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، ده انا ماليش في الدنيا غيره. امن عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيده نفيسه تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشده اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامن عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازه ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامن عليك يا رمضان، تجيب لي حته قماشه 6 متر من بيتي هعملهم جلابيه. امي عايزه قماشه من بيتي. دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استر يا رب. كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير. محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حمودة. خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام، وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. وعشوية اخلص سمحت يا معالي الباشا، انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابص. الهي ما اروح، الهي اتشل واقع قدام سعادتك مسؤول على المكتب دوت، الهي يدهسني قطره يفرق كل حته فيا في حته، الهي يدب فيا ده النتالي والناس ما تطيق ريحتي. اني ما كنت اعرف اني معاليه يبقى ابني معاليك. انت اللي ضربت ابني. لا مش انا، مش انا، هي دي، هي دي. الهي تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبة ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معليك مش زعلان مني انني ضربت معليه؟ بالعكس، انت هتاخد مكافأة يا استاذ رمضان. مكافأة؟ يو داريو. الاستاذ رمزي ابن سعادتك. استاذ رمضان اتفضل اتفضل. اهلا يا اخويا. اهلا يا شملول. اوعى تكون فاكر ان ابوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا اخويا، تعال اقف قدامي هنا. تعال يا فندم، تعال هنا. اوكي، دونت تاتش، دونت تاتش، دونت تاتش. ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. ام فاين، ام فاين. طب اسمع يا اخويا، انا دلوقتي هقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير، ويمين ثلاثة إن ما أعربت صح لكون مدك في مكتب معالي الوزير. ها؟ اعرب يا أخوي. أنا وإن كنت الأخير زمانه لا آت بما لم يستطعه الأوائل. اعرب. لم أدت جزم؟ أيوة. يستطيع فيرب مضارع. فيرب؟ فيرب تاني؟ خلاص. فيرب تاني؟ خلاص خلاص. يا معالي الوزير بيقول سعادتك فيرب. معلش فيرب. يعني أنا ما درست لغة عربية ولا لغة إنجليزية. خلاص يا أستاذ. فيرب يا ولد. بتحرجني قدام معالي الوزير. عشان خاطري عشان. ماشي. بسم الله ما شاء الله، دي معجزة يا معالي الوزير. أنا مش قادر أصدق لا وداني ولا عينيا. سعادة الوزير، أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ها؟ إيه رأيك يا أستاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس أنتوا فاجئتوني، أنا كنت عامل حسابي إن أنا جاي أتحبس، الموضوع جه فجأة. فسيبونا يعني نستخير الست الوالدي وناخد من ثلاثة نفكر واللي في الخير يقدمه ربنا. أخوك رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، مدرس اللغة العربية الجديد. تشرفنا يا أستاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ أنا فريد باهر. أهلا وسهلا، تشرفني. المدرسة ده هي بتيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي قول لي يا أستاذ فريد، هو أنت ما عندكش حصة ولا إيه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي إيه بس يا أستاذ رمضان؟ أصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسة ما وراكش حاجة. تخيل تخيل يا استاذ رمضان، الولاد مش عايزين ياخدوا حصه، قلت اسيبهم براحتهم. قلت عدي يا بت، عدي يا بت، بلاش نكاع، عدي. مالهمش مزاج ايه ياخدوا حصه؟ يا صلاه النبي احسن، لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مسخره. يا استاذ رمضان،
الطلبه اللي هنا المدرسه بالنسبه لهم فسحه، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصيه. يا ده مخيبه، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزه السفره ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمه على العيال بعد كده؟ عليه العوض. انت مالك متاثر بكلامي كده؟ اصلي لسه واكل كيك امبارح. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقه دول ولا ايه؟ طب ما يغطوهم بملايه لحد البوكس. ايه يا استاذ رمضان، دول عندهم حصه سويمنج. حصه ايه؟ سويمنج يعني سباحه. سباحه والنصر عارف ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار اسود، لا انا شكلي هتعب في المدرسه ده. هي اهدي. ايه المسخره ده؟ هي كوره في الفصل؟ اقعد يا هلا اقعد. انت يا بت اقعد على التخته بتاعتك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته. ترمي انت يا عبد الحليم يا حافظ، اقعد مكانك يا اخوي. ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها ده؟ هي انت يا ده شعر معفن انت. تعدل تعدل، بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي تقوموا تقفوا. قيام. تنفخ ليه يا رحماما؟ انفخ انفخ، انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول عن الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده. كويس قوي، ما كنتش اعرف ان اسمي بيضحك. يا اختي افتحي بوك تاني، فاهم ولا لا؟ سوري يا مستر. لا يا اختي انا مش مستر، انا استاذ رمضان. ترزعهم ترزعهم. ايه يا ابني دي؟ ايه دي؟ انت اسمك ايه؟ ايمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ ايوه ابن وزير البيئه. ايوه 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 ابن وزير البيئه. طب يا اخويا ما تتنكش قوي كده، دي السحابه السوداء جايه لحد دماغك، بكره دي يتحلق بدل ما احرقهولك، فاهم ولا لا؟ انت يا اخويا اللي بتنفخ، اسمك ايه؟ محمد احمد الخرساني. احمد الخرساني؟ ايوه وزير الصحه. ايوه يا اهلا يا اهلا، باين عليك الصيحه، انبسط. أمانة عليك وأنت قاعد في البيت، إبهات سيرة المستشفيات الحكومية اللي الناس بتترمي فيها على البلاط وأكياس الدم الملوث واللي أنت عارفه، يمكن يمكن حد يهتم. أوكي أوكي. أنا بشحت منك هذا اللي يتعدل. أوكي. وأنت يا أخويا اسمك إيه؟ اسمي أمير المصري وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. إحنا هنستظرف يا دي أنت ولا إيه؟ مش بستظرف والله، حضرتك أشرح لك الموضوع. اشرح لي يا أخويا. ماما كانت عايزة تسميني أمير وبابا عايز يسميني وائل، اتخانقوا. أمي كانت حامل في شهر رابع فهو مش عايز ألاقيها، يا ست حامل يعني، فقال خلاص نسميه أمير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي أم أبويا ما بتحبش أمي أساس، فقالت خلاص نسميه وائل، فأم تقول لا أمير ودي تقول وائل. بعد اسكت بقول لك. ما هو بعد كده اسكت. أني مالي أني مالي يا رزق، أنا ما أحب أندهك. أقول لك إيه يا جلال؟ يا جلال يا جلال، شكلك رخم وسنتك سودة طينة معايا. انفخ، عايزك تنفخ. قوم يا عادي انت، من ساعة ما دخلت وشكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنة سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اوعى يا عادي يكون اللي ببالي. هو وزير الداخلية. اتفضل استريح يا سعادة الباشا. اتفضل لحظة واحدة، لحظة واحدة. ما ينفعش تقعد كده. هاتي يا بنت انت منديل ولا حاجة، هاتي حاجة، هاتي يا بنت. الله يخرب بيتك. اتفضل استريح، اتفضل اتفضل. اسمع يا عادي انت وهو. اسمع يا حبيبي، أنا اللي جايبني هنا معالي وزير التربية والتعليم شخصياً. يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعاً الكلام دي مش ليك أنت. استدعاني وزير التربية والتعليم وقال لي والنبي يا أستاذ رمضان، قلت له أنا ما بحبش الحلفان، إنجز، عايز مني إيه؟ قال لي العيال ده هون أمانة في رقبتك، وأنا يمكن أخون الأمانة. يعني لو أنتوا فاكرين إن أنتوا مسنودين أنا كمان مسنود. يو يو وات كارون بيبول. اهلا اهلا يا حيلتي، اهلا. كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي ممكن. مين جيجي ده؟ هي جيجي. هي ده هي. اهلا يا ست جيجي، كنت فين وسايبين الحصه؟ اصل بقى لها يومين قافل الموبايل. ف ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه وكنتوا فين؟ take it easy, she had boyfriend problems so I came to sort it out. Her boyfriend's a bit of an idiot, yeah, so I just, you know, stepped up to her and said, what's going on with me, what's wrong with you man? خلاص خلاص خلاص. اذا كان على كده براءة. تفي يا بنت اللي بقى انا وغوري مكانك، امشي. يلا يا اخويا امشي امشي. انت بتشوه يا ولا؟ شكلك نسيت التعليق اللي في السقف، ها؟ اجري. ايوه كده، الناس تخاف ما تختشيش. اسمعت اهو هي، كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو، هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان. ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب. مش لاقي ايه؟ كتاب مش معايا. لا في كتاب، هاتي بنت الكتاب ده. ايه بس انا سقطت. ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايز ان انا اتحبس. اتفضل يا باشا. وحشتيني قوي يا امي، ربنا كرمني وسكنت جنب اولياء الصالحين، ومعايا راجل طيب في البيت اسمه الحاج طه بيلم لي الكراريس. تعال يا شريف يا خرسان، اهدي. صفر. يلا غور في داهيه. تعالي
والنبي صفر كلكم. ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا رمضان؟ عمال تحدف في الكراريس ليه؟ هتجنن يا عم طه هتجنن. خلاص العائلات بقت بتستعر من اللغه العربيه خلاص. اذا كان ابن وزير التعليم من كتر سفره بره بقى بيرتن انجليزي على طول. ده العيال ونفسي النوم كنت حافظ الفيه ابني مالك.